تم برمجة هذا اليوم مداهمات مشتركة بين وحدات الدرك الوطني ووحدات الأمن الوطني. تشمل هذه المداهمات ما عبر كامل إقليم مدينة عين الصفراء. المطلوب من الجميع العمل بالتنسيق والعمل بكتلة واحدة. الهدف من هذه المهمة هو القضاء على كل الجرائم وبشتى أنواعها. جميع مفهوم؟ جميع استعد تحت تصرف. في إطار تنفيذ البرنامج المسطر من طرف قيادة الدرك الوطني وتزامنا مع نهاية سنة 2023 لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها، نظمت اليوم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني على مستوى بلدية عين الصفراء مداهمة، طبعا هذا بمشاركة مصالح الأمن الوطني، حيث قمنا بالتنقل لعدة بؤر إجرام وقمنا برفع مخالفات وكذلك قمنا بتفتيش الأشخاص المشبوهين. ودائما هدفنا واحد ودائم ألا وهو تحقيق الأمن والسكينة العموميين. أنا شو متصل هيك؟ هذه شيلة.